السلام عليكم، معكم الأستاذة عرعور عائشة، أستاذة اللغة العربية بمدرسة منيب الخاصة، أستاذة الثانوي الإعدادي. نحن الآن أمام بوابة مدرسة منيب الخاصة التي نظمت اليوم مهرجان تحدي الجاري، وذلك بمناسبة عيد ميلاد المولى الحسن حفظه الله ورعاه. من هذا المنبر أولا نحب أن نشكر كل من ساهم من قريب ومن بعيد لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة، كما أولا بصفتي أستاذة اللغة العربية في مدرسة منيب المستوى الإعدادي الثانوي أتوجه بالشكر الجزيل للإدارة ولكل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة. أستاذ عبد الفتاح، أستاذ تربية بدنية بمديرية أكادير، مدير تقني لرياضة ألعاب القوى بمديرية أكادير دوتنان. اليوم كان عشنا الثالثة إديسيون ديال السباق ديال مدرسة منيب. الحمد لله كيف ديما عودتنا المدرسة ديما من يعني تتمثل المديرية أحسن تمثيل وتتحافظ لتنظيم هذا السباق كل سنة دراسية. الحمد لله اليوم كانت أونجاجمون ديال جميع التلاميذ ديال المؤسسة، كان أونجاجمون تفاعل ديال الإدارة التربوية، السيدة التربية البدنية. هذا عرس التي تقام كل عام، وهذه المؤسسة نشكرها من قلبنا الخالص لمحافظتها على هذا العرس كل سنة بموسم دراسي، وتنتمنى إن شاء الله بإذن الله كل عام تكون هذه الإديسيون هذه وتبقى الجهود متضافرة باش ينجح هذا السباق. كيف ما شفتوا السباق الحمد لله كان عرف مشاركة جميع الفئات العمرية بما فيها فئة البراعم، فئة الصغار، فئة الكادي، لي جونيور، يعني الحمد لله المؤسسة كانت مشاركة من الابتدائي حتى الثانوي. بالنسبة للنتائج كانت نتائج مشرفة، كانت المنافسة كانت نتائج مشرفة، كان انونجاجمون من طرف جميع الفاعلين اللي هما عندهم غير على المؤسسة وعلى المحيط الخارجي ديال المؤسسة. تنشكر كل من ساهم من قريب او من بعيد في تنجاح هذا النشاط. وواحد الحاجه اللي ما يمكنش نتنازلوا هو اننا تنطالبوا مؤسسه منيب من كل قلبنا انها تحافظ على هذه السنه هذه لتجمع فعاليات المجتمع المدني، جمعيه الاباء والطاقم الاداري مع التلاميذ بصحبه الجمعيه الرياضيه المدرسيه تيتم تحقيق هذا النجاح هذا ان شاء الله. شكرا لكم. السلام عليكم، ورديا الإدريسي، أستاذة الاجتماعيات في مؤسسة منيب الخاصة. التشرف اليوم بتأطيري لبعض التلاميذ المشاركين في هذا الحفل البهيج الذي قامت فيه مجموعة من الرياضات، خاصة رياضة الجري والعدو، وكذلك التشرف بكوني أمثل بعض النساء الذين شاركوا في هذا الحفل البهيج. شكرا للمؤطرين، وشكرا لمؤسسة منيب الخاصة، وشكرا لكل الإداريين والساهرين والأعوان على هذا الحفل البهيج، وإلى الملتقى إن شاء الله في السنة المقبلة. أنا أرقي وكنقرا في المستوى السابع ابتدائي في مدرسة المنيب، وصراحة عجبتني صراحة هذه المسابقة، هذه صراحة كانت سهلة حيتاش مولفة لكثر، ومهم بعدا مزيان وما جاتش شي حاجة صعيبة بزاف. وشكرا بزاف، وغادي نقدم لكم هاجرتي. أنا سميتي هاجرتي لصاحبة آلاء. مهم جيت في المرتبة الثانية وفرحت بزاف لصاحبتي جات في المرتبة الأولى، وكانوا بزاف الناس فايتيني وما كنتش معولة نجي في المرتبة الثانية، وندوز لكم صاحبتي في المرتبة الثالثة. اسمي إشراق حجي بمدرسة منيب الخاصة الأولى، المستوى أولى ثانوي إعدادي. أنا فرحانة بزاف حيتاش رغم أنني جبت المرتبة الثالثة، ولكن المهم أنني فزت بميدالية، وأنا جد فرحانة للصديقات ديالي هاجر وآلاء، وشكرا على المنظمين ديال هذه المسابقة. الفائزة بالرتبة الأولى إيمان أبنغال، قدمي لنا راسك. سميتي إيمان أبنغال. سميتي إيمان أبنغال، كنقرا في ترون كوما. الصراحة كنشكركم بزاف على هاد المشاركة و التنظيم اللي دارينا، والشكر كله كيرجع للأستاذ عبدالهادي اللي شجعني باش أنني نشارك. الإحساس ديالك شنو هو؟ الشعور ديالك أشنو يمكن لك تقول لنا على السباق ككل؟ الصراحة هو السباق كان شوية صعيب في الأول، ولكن من بعد بديت كنجري وأنا جيت الأولى. اسمي أيوب الدريبش، أدرس في المستوى الخامس ابتدائي فوق الجيم، وأنا جد فخور بهذه التظاهرة التي تمثلها مدرسة منيب الخاصة بمناسبة ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وأشكر جميع أطراف هذه المؤسسة لأنها نظمت هذه التظاهرة الرياضية
هذه التضامن الوطني. واريد ان اقول العقل السليم في الجسم السليم. Bonjour, je suis Salma. Je m'appelle Salma Otizel. Je suis en CM2 à l'école privée Mounib. Je veux remercier tous les profs de l'école et les maîtresses de l'école pour ce marathon qu'ils ont organisé. C'est un excellent marathon de sport. Il n'était pas facile, mais il n'était pas aussi difficile. Et j'aime beaucoup mon école et je remercie tous les organisateurs de ce festival sportif. Et merci.